أحسن الله إليكم. المستمع فيصل التاجي يقول في سؤاله الأول: هل التوسل ببعض الأولياء يعد شركا بالله تعالى؟ التوسل المحرم على قسمه، التوسل ليس معه تقرب إلى المتوسل به بشيء من العبادة، هذا بدعة ومحرم، وهو وسيلة من وسائل الشرك. كان يقول: أسألك بحق فلان أو بجاه فلان. أما إذا كان مع هذا التوسل صرف شيء من العبادة للمتوسل به كالذبح له والنذر له ودعائه من دون الله والاستغاثة به، هذا شرك أكبر يخرج من الملة، وهذا هو الذي كانت عليه الجاهلية وعليه عباد القبور اليوم. فإنهم لم يكتفوا بالسؤال بالجاه أو بالحق، وإنما يذبحون للأموات وينذرون لهم ويطوفون بقبورهم ويتبركون بهم. هذا هو شرك الجاهلية، الشرك الأكبر المخرج من الملة. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم.